واحد ضربة دخلت، والآن الكرة ستكتمل والصورة تتكامل في مشهد ثالث من السليمان البامبا. يدعون لهم ويدعون عليه، والسليمان بامبا في الركلة الثالثة. هذه خطيرة لأنه مدافع، هذه خطيرة. ولماتش كامل نقول وين البومبا يا بامبا، حذاري البومبا، يتقدم بامبا ويضيع. إنها البومبا، هذه هي البومبا، هذه هي البومبا من سليمان بامبا. بامبا عمل البومبا في وجه كوت ديفوار. هذه القنبلة أخطر على الشعب الإيفواري من قنابل حرب من الأهلية يا ستار. 2-2 وزامبيا تقترب من سيناريو الكأس، الكوب، الكوبا. كاني ديبواني قال لا للمدافع الإيفواري. 2-2 عودها، قالوا عودها، عودها مرة أخرى، عودها وسجلها سليمان بامبا. سليمان بامبا عودها، قعدوا يعاودوا في الريبلاي. شفنا الرايه نتاع بشير الحساني اللي قال ضربه جزاء تتعاود لانه كان الديموان يتحرك. هل هي الصحيحه ام لا؟ هذه منعرج لركلات الجزاء. 3-2 البومبا ما انفجرتش، البومبا طلعت بلاغ كاذب. بيتالق سليمان بامبا في المره الثانيه. 3-2 الكوت ديفوار. وكيف سيتكلم الفيرنار؟ واضح الكلام، واضح الكلام صراحة. يلزمها جرأة الحساني، برشا جرأة وقوة شخصية باش في نهاية يقرر قرار مثل هذا. ممكن يكون عنده انعكاسات على المنتخب الزمبي. يمشي اسحاق الشانسة، شانسة يتقدم، شانسة يتقدم ويحطها. 3-3 يا زمبي، 3-3 من ايزاك شانسة للشي بولو بولو، حطها على اليمين والحارس مشى يسار. ترجع الكرة من ضربة جزاء رابعة. 3-3 ما زالت خضرة من أول حمرة باي باي الكاس، من أول الريد بينالتي أديو الكوب، وداعا الكاس. الزامبيين يوصلون، الإيفواريون صامتون، ولكنهم في الكاس حالمون بمعانقة المجد. يريد أن يصلوا الرابعة. جراديل، جراديل وحطها. 4-3 يا لافيال، 4-3 كاتروال كوت ديفوار، 4-3 للفيل، 4-3 الكوت ديفوار. منعرج ركلات الترجيح، قد تكون إعادة بينالتي بامبا، قد تكون إعادة ضربة الجزاء لسليمان بامبا. ننتظر تحليل خبيرنا بالتحكيم الكابتن جمال الشريف. هذا ماشي خاف وهذا زئر له زير.